السلام عليكم. اليوم عندنا مجموعة أخرى من التعاريف التي تهم أو تخص الأدب المرحلة الأولى. عندنا الفيبل. الفيبل هي الخرافة، يعني الشيء الغير حقيقي. A short story that often uses talking about animals, as the main character. يعني تتحدث الحيوانات المتحدثة كأشخاص أساسيين أو رئيسيين. And teach the explicit moral or lessons، والتي تدرس يعني الدروس أو عبر. إذن هي عبارة عن يعني حيوانات، يعني هي مثلا قصص الفلان كرتون هذه الأطفال وإلى آخره. هي عبارة عن قصص، هذه القصص هي يعني حيوانات تتحدث وتنطي عبر، تنطي عبر هذه الحيوانات. فهذه هي المقصود بي بالفيبل، نسميه الفيبل الخرافة. وعندنا ايضا الالوجري اللي هي معناها الاستعارة او الرمزية. ستوري بويم اذا هي قصة او قصيدة، او بيكتشر او صورة، which can be interpreted يعني والتي يمكن ان تفسر، ان تفسر to reveal لكي تكشف a hidden meaning معنى المخفي. It has two levels، لديها مستويين من المعنى، surface and deep or hidden، يعني عندها معنى سطحي وعندها معنى حقيقي. يعني هي يعني قصيدة، شلون نسميه احنا، عمل أدبي ذا رمزية. مثلا على سبيل المثال يعني قصيدة الصقر. قصيدة الصقر هي بمعنى قصيدة تتكلم عن الصقر، لكن المعنى الحقيقي باللغة العربية، طبعا هذا موجود بثالث متوسط أو سادس إعدادي ما أذكر بالضبط، هذه القصيدة هي قصيدة مع ذا يعني المعنى الخارجي لها، معنى يعني معنى السطحي لها قصيدة تتكلم عن الصقر، لكنها في داخل القصيدة هي معناها عن العدو وعن الـ يعني الاستعمار الخارجي للدول الأجنبية للعراق وإلى الدول العربية وإلى آخره. فهذا المقصود به. زين، عندنا الستانزا. ستانزا it is the subdivision of poem، وهو تقسيم للقصيدة. consisting يتكون of lines، من أبيات شعرية grouped together، يعني يتكون من أبيات شعرية على شكل مجموعات. grouped together يعني يعني شلون تتجمع على شكل مجموعات معا. هي الستانزا عبارة عن أبيات شعرية، بيت بيتين اثنين ثلاثة، هذه الأبيات تتكون معا لكي تنتج إلينا قصيدة كاملة. يعني الستانزا هي عبارة عن أربع أبيات أو خمسة، هذه الأربع أبيات جزء. أكو قصائد ما بيهن ستانزات، أكو بيهن بس لاينات، أكو بيهن لا بيهن ستانزات، على مود كل ستانزة تتكلم عن موضوع معين بالقصيدة. راح نتكلم عن هذا الموضوع بالقصائد القادمة، وراح نعرف شنو الستانزة أكثر وأكثر. عندنا أيضا الثيم. It is the underlying meaning idea of the literary work. theme وهو المعنى، يعني شوف underlying يعني المعنى المحدد أو الفكرة المحددة للعمل الأدبي. الثيم هو معناها الموضوع مال القصيدة، ليش انكتبت هذه القصيدة، هو هذا المقصود به. يعني القصيدة ليش انكتبت، يعني ليش موجودة أصلاً لهذه القصيدة، ليش ذكرت، شنو سببها، شنو الموضوع مالتها، موضوع مالتها انتقام، موضوع مالتها يعني تسلية، موضوع مالتها الضحك، الموضوع مالتها درس أخلاقي، حسب القصيدة أو القصة المعينة. هذا تعريفها مهم. قلنا هذا الثيم. عندنا أيضا الأباسترفي. الأباسترفي هي figure of speech، هي شكل من أشكال الكلام. in which the poet، والتي فيها الشاعر، addresses، يعنون، an absent or dead person، يعنون شخص ميت أو غائب، أو فكرة محددة، أو a thing that if she or he or she were present. يعني هي شكل من أشكال الكلام، أنه يعني الشاعر يعني يحضر شيء أو يعنون شيء، شخص أو يعني غائب أو ميت أو متوفي، وكأنما قاعد يحكي وياه بالحاضر. هذا شكل من أشكال الكلام نسميه أبسترفي. واضح، هذا تعريف مهم ونحتاجه.
فلازم نعرفه، لازم نميزه. عندنا الانفوره repetition of the word or phrase at the beginning of two successive lines. هذه مو كلش مهمه، معناها تكرار الكلمات او العباره في بدايه الابيات الشعريه. شوف هي يعني كلمه يعني successive معناها التالي، لفظها successive lines، successive line. شوف خاف كلمة صعبة، successive يعني الأبيات المتتالية، انفارة يعني تكرار العبارة أو الكلمة في بداية كل بيت تالي متتالي، يعني بيت بعد بيت، هذا نسميه الانفارة. لهنا يعني تنتهي التعاريف جدا المهمة. هذان التعاريف مهم جدا لازم نحفظهن، يعني حفظ spelling كتابة وأيضا المعنى مالتين، نفهم الفكرة مالتين، وبعدين إن شاء الله في المحاضرات القادمة راح توضح الصورة أكثر وأكثر، وراح نعرف شنو المقصود بهن بعد ما نطبقهن بالقصائد. هذان التعاريف لازم نحفظهن، ونحتاج نحفظ كلمات لأن كلمات مهمة جدا، لازم نعرف معناهن أيضا، يعني معنى مالتين أنه يعني literary work العمل الأدبي، يعني هذه الكلمات نحتاجها بكل القصائد، فلازم نعرف كل كلمة ونعرف نكتبها.